الحمى النسفية هي من الأمراض الفيروسية المتوطنة، يعني الموجودة منذ 50 سنة، أولى الإصابات سجلت في سبعينيات القرن الماضي، ليس فقط في العراق، دول جوار العراق، دول المنطقة، وكثير كثير من بلدان العالم. تصيب الماشية، بالنسبة لبيئتنا أكثر شيء تكون في الأغنام، الأبقار، الماعز، الخيول أحيانا، في بلدان أخرى قد تكون في حيوانات أخرى، لكن هذا السائد في العراق. كل سنة من السبعينات لحد الآن خلال 50 سنة نسجل إصابات محدودة، ربما 10 أكثر أقل، وأحيانا في بعض الحالات النادرة تصل إلى مضاعفات ونسجل حالات وفاة. في هذا العام كما حدث سابقا في 2018 وقبلها إذا تتذكر، معدل الإصابات خلال 4 أشهر الأولى من عام 2022 هي نسبيا أعلى من السنوات السابقة، ولذلك وزارة الصحة بدأت بالتثقيف والتوعية عن هذا المرض. هو من الأمراض المشتركة ما بين الحيوان والإنسان، ومن هنا يعني أن وزارة الزراعة مسؤولة عن مكافحة المرض في الحيوان والناقل اللي هو الحشرة الناقلة، حشرة القراد، وهي ليست الجرادة المعروفة بالدارج العراقي.